في الملف الأمني أيضا، دعمت المديرية العامة للأمن الوطني المخطط الوطني للإنذار المبكر برقم أخضر، وذلك للتبليغ الفوري عن أي حالة اختفاء أو اختطاف للأطفال بهدف اتخاذ كل الإجراءات الأمنية في وقتها حماية لهذه الفئة. محمد بومجو وسيد أحمد هديبل. كل الحاضرين في هذه القاعة وخاصة الجمعيات والمديرية العامة للأمن الوطني والشركاء على انطلاق الخط الأخضر حول اختفاء أو الاختطاف الخاص بالقصر والأطفال في الجزائر، فهنيئا لنا جميعا، يعطيكم الصحة وبارك الله فيكم. هكذا ستتابع الجهات الوصية أي حالة اختفاء أو اختطاف للأطفال عبر التراب الوطني فور وقوعها. 104 رقم أخضر جديد جاء لتدعيم مخطط الإنذار المبكر الذي أفرج عنه الوزير الأول قبل أشهر بعد حالات الاختفاء والاختطاف والتي حولت حياة العائلات الجزائرية إلى ما يشبه كابوس. المواطن عندما يتصل فإن الانشغال تاعو يقع مباشرة في أمن الولاية المختص إقليميا. عندما يتم استقبال من طرف الفرقة هذه اللي تعمل بنظام 7 على 7 24 ساعة على 14 ساعة بدون انقطاع، تتخذ الإجراءات اللازمة من بين مباشرة التحريات وكذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة لحد مخطط الإنذار في هذا المجال. الجزائر والتي سجلت أرقاما غير مسبوقة لحالات اختطاف الأطفال تعددت فيها الأسباب وكانت النهاية واحدة، الطفل فيها هو الضحية. خط متخصص بهذه النوعية وبهذه الكيفية راح يساهم أكثر من 50% في الوصول إلى الضحية قبل تعرضه إلى أي أذى أو تنكيل أو اعتداء جنسي أو قتل، وهذا مهم جدا وراح يدعم منظومة الحماية ومنظومة الإنذار والتبليغ وثقافة التبليغ في المجتمع بداية بالحماية الذاتية للأطفال. ثقافة التبليغ لدى المواطنين الجزائريين عن هكذا حالات عبر هذا الرقم المجاني تبقى الطريقة الوحيدة للمساهمة في حماية هذه الفئات الضعيفة.